يعني خلاص دخلنا في الجد، العد التنازلي لمباراة الاهلي والنجم الساحلي ابتدى خلاص بشكل رسمي النهارده. الفريق بيستأنف تدريباته بعد راحه كانت على مدار 48 ساعه سابقه بعد الانتهاء من المباراه الاخيره امام مقاولون العرب في بطوله الدوري العام. اذا بطوله الدوري خلاص صفحه اتقفلت دلوقتي بشكل مؤقت، وكل التركيز منصب حاليا على مباراتي الاهلي مع النجم الساحلي والاهلي مع الهلال السوداني في السودان. خطوه خطوه باذن الله نبتدي بالنجم الساحلي، هذه المباراه الهامه والمصريه في مشوار النادي الاهلي بكل تاكيد. ليه مصريه؟ لان انت طبعا المنافسه قويه جدا في المجموعه دي تحديدا ما بين الاهلي والنجم الساحلي والهلال، فبالتالي حسابات كتير جدا، كل فريق بيرغب في التاهل لربع النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. بالتحديد الرغبه اكبر بكل تاكيد عند النادي الاهلي وجمهوره في التاهل، مش مجرد التاهل، احنا طبعا طمعانين جدا في البطوله، والفريق في النادي او الجهاز الفني المسؤولين كلهم بيشتغلوا على هذا الحلم عشان يكون جمهور النادي الاهلي سعيد بعوده هذا اللقب. عندنا المقاومات، عندنا الجهاز الفني المميز، عندنا اللاعبين المميزين جدا اللي ان شاء الله يساعدوا في هذه البطوله، بدايه من مباراه النجم الساحلي ومرورا من بعض المباريات والعقبات الهامه جدا، وان شاء الله يقدر النادي الأهلي يجيب اللقب ده في النهاية لكل جمهوره العظيم في كل مكان.